طيب ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا لميكس الدقيق، عندي شويه من الدقيق، شويه من الريحان المجفف والزعتر، شويه من البابريكا والتوم باودر. عندي طبعا هنا الجبنه الحلومي جايبها زي ما هي كده عشان نعرف نقطعها، وعندي هنا البيض. عندي بالنسبه لي الميكس بتاع البقسماط او اللي هو هنا مستعملين البانكو زي ما بقول لكم، او العيش لو عندي عيش فينو ناشف بايت، دي اللبابه بتاعته تتضرب في الكبه بعد ما تنشف بتطلع لنا الشكل ده، ومعاها بابريكا وتوم باودر. وفي الاخر للجارنش عندي شويه من البقدونس وشويه من الجبنه البارميجان. لو حاسين ان الجبنه الحلوم جايبينها طريه شويه ممكن ندخلها الفريزر، مفيش يعني مش تتجمد لكن تقعد لها نص ساعه كده او حاجه تمسك نفسها. وهنبتدي اهو. حسب بقى احنا عايزين سمكها قد ايه. عظيم جدا. طيب نجيب بولة ننزل البيض فيها. شوكة كده ودي بس البيض ده ضربة. وعندي هنا أطباق للدقيق والبقسماط. الأول ميكس الدقيق، نحط عليه التوابل، الريحان، الزعتر، البابريكا، توم الباودر، شوية من الملح وشوية من الفلفل الأسود أهو. شوكة برضو نقلب ميكس الدقيق ده مع بعض كويس قوي. ونيجي على ميكس البقسماط، ادي البانكو اهو، البابريكا، التوم الباودر، وبرضو هاخده شوية من الملح وشوية من الفلفل الاسود والشوكة. برضو هندي الكلام ده تقليبة كويسة. واحدة واحدة بقى اهو بنزلها في الدقيق، اديها لفة كده، ننزل اي حاجة زيادة، اديها تقليبة في البيض ومنها على البقسماط. وانقلها هنا بولة كده كبيرة ظريفة، هنزل بالفرايز بتاعتي كلها اهو، هديها رشة من البقدونس، شوية من البارميجان، مش كله هخلي لسه عشان ايه في التقديم اهو، ندي بس ايه تحريكه كده.